بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا من رحمتك، وذكرنا ما نسينا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واقبلنا إليك غير مفتونين، أحينا على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وخلقنا بأخلاقه، وحققنا بحقائقه صلى الله عليه وآله وسلم، وفقهنا في ديننا وفيما أقمتنا فيه من أمور دنيانا، حتى ننفع أنفسنا وننفع من حولنا، كل ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك، لا لأجل دنيا ولا لأجل منصب ولا لأجل شهرة، بل يكون لله خالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه كما أتم علينا نعمة الدين والإسلام، وأن يحفظها علينا في الدنيا والآخرة. أما بعد، كنا بدأنا في موجبات الغسل على فقه السادة الشافعية من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن القاضي أبي شجاع الغاية والتقريب، وقلنا أن الشافعية عندهم موجبات الغسل ستة، موجبات الغسل ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة خاصة بالنساء. الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين، اللي هو بيعبر عنه الفقهاء بالإيلاج، والتعبير النبوي التقاء الختانين في الحديث. ثاني حاجة خروج المني. ثالث حاجة الموت. يبقى ثلاث حاجات كل واحد مسلم يبقى حافظها: التقاء الختانين اللي هو دخول حشفة الذكر في الفرج، ده يوجب الغسل. ثاني حاجة نزول المني ولو بغير التقاء الختانين كاحتلام وغيره. ثالث حاجة الموت. بعد كده يتبقى الثلاث أشياء اللي هي خاصة بالنساء: الحيض والنفاس والولادة. هنتكلم عليهم النهاردة، الحيض والنفاس والولادة. تكلمنا على الثلاثة الأول في جلستين. يقول المصنف والشارح والمحشي رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين: وثلاثة تختص بها النساء. نقرأ في الهامش أولا، ثم بعد ذلك نقرأ الحاشية. يقول: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض، أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين، والنفاس، وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا، والولادة والمجرد والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح. نشرح بقى الكلمتين دول، نقرأهم بالشرح. ثلاثة تختص بها النساء، أي تنفرد بها النساء دون الرجال. فالموجبات للغسل في حق الرجال ثلاثة فقط، وفي حق النساء ست. يا بخته إذا الستة هم متفوقين، النساء متفوقين على الرجال أو في حاجة.
يعني هو يعني برضو يعني ينبسطوا، بيتعبدوا بقى بعبادات الرجال ما يعرفوش يتعبدوا بيها، بيتعبدوا بتربية الأولاد، يتعبدوا بالرضاعة، كل دي ثواب كبير، يعني دي بشرى للنساء. صحيح الرجال انفردوا ببعض العبادات لم تنفرد فيها النساء، لكن النساء أيضا انفردنا بعبادات لم يفعلها الرجال. فربك سبحانه وتعالى اللي خلق النساء خلق الرجال، وده لده اللي يصلح وده اللي يصلح. يعني في امرأة دخلت بغي، دخلت الجنة في ايه، في كلب سقطه، ده كلب وسقته وبغي ودخلت الجنة، فما بالك المرأة اللي بتخلف لها 3 4 عيال وطول النهار قاعدة تأكلهم وتشربهم وتربيهم وتهنمهم لحد ما يكبروا، وبعد ما يكبروا يتجوزوا ويجيبوا عيال تربي لهم عيالهم كمان. شوف قد ايه بقى ثوابها، علشان بس ما يستقلوش ما اقامهم الله فيه، لا يستقلوا ما اقامهم الله فيه، لان هي المرأة كأنها وهي بتربي اولادها في رباط، وتصور ان هي لما بتحمل وتموت في الحمل تاخد اجر شهيد، وتموت في الولادة تاخد اجر شهيد، يبقى هي في جهاد، هي في جهاد بس مش واخدة بالها. وكذلك الرجل في جهاد من نوع اخر، فما فيش داعي للايه، للاشتباك اللي عملوه في العصر الحديث بين الرجل والمرأة، المرأة عايزة تاخد من الرجل حقوق والراجل عايز ياخد من المرأة، اشتباك هذا فضه الشرع، فضه الشرع من قرون عديدة. المسلمين عندهم لا اشتباك في الأصل، لكن الثقافة الأوروبية نقلت لنا هذا الاشتباك، وللأسف تجد نساء مسلمات، لأن قليل الفقه في الدين وقليل الثقافة الدينية ينادوا بمثل هذه النداءات الغربية العجيبة اللي هي بعيدة عن كل البعد عن الدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي ما فيهوش اشتباك أصلا بين الرجل والمرأة، لا يوجد، بل هو تعاون ورحمة ومودة وشفقة، مش موجودة الاشتباك ده، غير موجود عند المسلمين. 3 تختص بها النساء، أي تنفرد بها النساء دون الرجال. فالموجبات للغسل في حق الرجال 3 فقط، وفي حق النساء 6، الثلاثة المشتركة والثلاثة المختصة، وهي أي الثلاثة التي تختص بها النساء: الحيض، أول واحدة الحيض. إنما أوجب الغسل، ليه أوجب الغسل الحيض؟ يعني الفقهاء عرفوا أوجب الغسل إزاي؟ طبعا إحنا عارفين بالعمل، إن إحنا من أول ما اتولدنا وإحنا في بلاد مسلمة بقالنا قرون عارفين إن الست لما بتحيض وتطهر بتروح مغتسل، فالعمل ده في حد ذاته برضه دليل توارث. لكن انت لما تبقى طالب علم عايز برضه تعرف ايه الدليل، يعني استنبطها الفقهاء منين؟ لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ووجه الدلالة من الآية على وجوب الغسل أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء، وهو لا يجوز إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار واجب عليها أن تغتسل إذا انقطع حيضها حتى يستطيع أن يقربها زوجها. طب وغير المزوجة؟ يجب عليها حتى تستطيع أن تصلي لأنها غير طاهرة، يبقى غير المزوجة وجب عليها الغسل حتى تستطيع أن تصلي، والمزوجة حتى تستطيع أن تصلي وحتى يستطيع أن يقربها زوجها. وغير المسلمة تغتسل لو واحد تزوج كتابية، وإن كان الآن عندنا متعذر هذا لأنه انقطع المحل، ارتفع المحل، لا يجوز الزواج بالكتابية في العصر الحديث خالص، حرام قطعا وزنا، وده نص عليه الإمام النووي ونص عليه أبو إسحاق الشيرازي ونص عليه من قرون عديدة، نصوا عليه، وده مذهب سيدنا عمر الخطاب من زمان، نصوا على لا يجوز الزواج بالكتابية مطلقا في هذا الزمان مطلقا. ليه؟ لأن الكتابية التي نزل علينا القرآن بالحل من الزواج بها هي التي كانت على دينها قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، أما اللي تنصروا أو دخلوا في اليهودية بعد ظهور النبي فليسوا كتابيين، ليسوا من أهل الكتاب. ولما اختلطت الأنساب الوقتي وما تعرفش ليه جدها السابع ولا العاشر تنصر ولا تهود بعد بعثة النبي ولا ما تعرفش،
حتى لو سألتها ما تعرفش، هي نفسها ما تعرفش نسب. فطالما انقطعت الحكاية دي واختلطت الأنساب والناس دخلت في الأديان دي بعدما نسخت بظهور نبينا صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الدين باطل، فصارت الكتابية التي يحل الزواج بها غير موجودة، فارتفع المحل. فما زال يحل الزواج بها إن وجد، لكن المحل اللي انت هتتزوجه مش موجود. فهمت ازاي؟ ولذا ارتفع المحل، فغير متصورة. لكن من باب الفقه نقول لو تصورت انت في واحدة يهودية يعني أبا عن جد عن جد عن جد مأصلة وحافظة نسبها، لو فرض جدلا موجودة هذه المرأة فتزوجها إنسان مسلم، فإذا حاضت وجب عليها أن تغتسل حتى يقربها زوجها. ولكن هذه المرأة ليست من أهل النية لأنها مش مسلمة، ومن شروط الغسل أو أركانه النية. ففي الحالة دي حينوي زوجها بالنيابة عنه، يعني زوجها يأمرها يقول لها خش اغتسل، وتبقى النية هي أمر زوجها له لأن هي ليست من أهل النية. يعني هذه الصورة. لكن على أي حال نحذر المسلمين الآن وهم لا يعلمون هذا الحكم، وإن كان منصوص عليه في كل الكتب، بعدم جواز الزواج بغير المسلمة في هذا الزمان. حرام قطعا، وزواج باطل قطعا. فالإنسان يحاول، وكل اللي تزوجوا بهذه الصورة بيقاسوا الأمرين من أولادهم وعقوق أولادهم، وبعضهم أنجب أولاد تنصروا وتهودوا وكفروا بالله. فخد بالك المسألة مش سهلة. فأنت يعني اللي تتزوج أحسن، يعني لو ما قدامكش إلا دي ما تتجوزش بقى، ما تتجوزش أحسن. أي الدم الخارج. تعريف الحيض إيه بقى؟ إيه هو الحيض؟ هو الدم الخارج من فرج المرأة في حال الصحة، لأنه هو دم صحة مش مرض، بعد سن 9 سنين. يبقى أي امرأة بلغت 9 سنوات قمرية ونزل دم منها من فرجها في حال الصحة يسمى حيض عند الفقهاء. عند الفقهاء أقل من 9 سنين استحاضة. أقل من 9 سنين لو شافت دم يبقى استحاضة، يبقى مرض نروح نعالجها. لكن لو 9 سنين فما زاد يبقى أقل سن الحيض هو 9 سنوات قمرية. وإيه الدليل عليه؟ الوجود الواقع. الفقهاء سألوا القوابل وسألوا النساء وعملوا إحصاء كده واستقصاء، إيه أقل سن المرأة تشوف في حيضها؟ فجم ناس من أوروبا قالوا 14 سنة، وجم ناس من آسيا قالوا 12 سنة، وجم ناس من القاهرة ومن مصر قالوا 11 سنة، وجم ناس من بعض البلاد الحارة زي السودان وغيره قالوا 9 سنين. فقالوا خلاص يبقى أقل سن للحيض هو 9 سنوات. خدت بالك؟ يبقى إيه الدليل؟ هو الوجود. الدليل هو الوجود نفسه. أي الدم الخارج، أي على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. وقوله بلغت 9 سنين أي قمرية تقريبية، يعني فرقت شهر 2 ما يضرش، يبقى العبرة بالتقريب. يعني هي هتتم 9 سنين قمرية في رمضان اللي جاي مثلا، وبعدين قبل رمضان بشهرين 3 شافت الدم. طالما قلنا تقريبية يبقى ده حيض، لو قلنا تحديد يبقى مش حيض. خدت بالك؟ يبقى التقريب عشان ايه؟ يمنع الاحتياط اللي بيه لو جالها قبل ما تتم بشهر او شهرين يبقى برضو حيض. ادي معنى تقريبية. طب وهل لي اكبر سن عندنا؟ الشافعية ما عندهمش. يعني لو واحدة انقطع الدم عنها عند سن 50 يسموه سن اليأس. اليأس من الحيض مش من الحياة ولا من رحمة ربنا. اي اليأس من الحيض والولادة يعني. يعني يأست ان تحيض ويأست ان تلد. مش معناه انها يعني يائسة من نفسها، لا. فهذا السن عند المالكية لو شافت اي دم بعديه يعتبر استحاضة. وده يحب الرأي ده الدكاترة يحبوه. واخد بالك؟ لأنه ماشي مع النظام بتاعه. لكن الشافعية عندهم لا. المرأة حتى لو انقطع حيضها ورأت الدم بعد 10 سنين من قطع حيضها، يعني في سن 80 شاف الدم نزل وهي صحيح، يبقى حكمه حكم الحيض حائض.
لأنها بلغت 9 سنين قمرية، ما عندها 80 سنة، يبقى عدت 9 سنين من زمان قوي. وبعدين شاف الدم بعد ما انقطع الدم عنها 20 سنة من سن 50 مقطوع، وعندها 70 سنة لقى الدم نازل من مكان الدورة الشهرية. الشافعية يقول لهم انقطع، يقول لها انقطع عن الصلاة، لا تصلي ولا تصوم، واخد بالك، فترة نزول الدم، لأنه ده حيض، ولما ينقطع تغتسلي وتصلي تاني. الملكية يقول لهم لا، ده استحاضة. الملكية يقول استحاضة، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتتحفظ جيدا، وتصلي وتصوم. وبعدين طبعا هتروح تتعالج في الاخر، هيشيلوا لها الرحم وتستريح وتبعد عن الفقهاء وتبطل. لما هتروح بقى للدكاتره هيقولوا لها ده نزيف رحمي، وتعالي نشيله لك، انت عندك اي حاجه. يبقى الشافعيه ما عندهمش اقصى مده سن للحيض، عندهم اقل سن حيض، ما عندهمش اقصى مده، خدت بالك. الشافعيه رايهم كده. وهل الدم اللي تراه المراه اثناء الحمل يبقى له حكم الحيض ولا له حكم النفاس؟ الحكم الاستحاضة. فهمت ازاي؟ يعني واحدة حامل وفي الشهر الثاني والثالث ونزل عليها نقط دم، نقول لها صلي ولا ما تصليش؟ ده حيض ولا استحاضة؟ وجهين عند الشافعي، وجه يقول انه حيض، وجه يقول انه استحاضة. والراجح عندي انا كطبيب انه يبقى حيض. ليه؟ لأن المرأة اللي بترى الدم أثناء الولادة دي بيسموه سقوط مهدد، يعني ناوية تسقط، مهددة بالسقوط، كويس؟ فعلاجها إيه؟ علاجها يقولوا لها نامي على ظهرك وما تتحركيش عشان يثبت الحمل، صح؟ فإذا أفتينا بالرأي أنه حيض يبقى هنمنحها كمان من الصلاة، فمش هتفضل طول النهار قاعدة تتوضى وتصلي وتتحرك يوم تسقط رسمة. يبقى القول بالحيض يعينها على العلاج. فهمت ازاي؟ يوافق العلاج. يبقى نقول لها ارقدي بقى 5 6 ايام على ظهرك، تقول طب وصلي ازاي يا ستي انت حائض، يبقى استريحي، صح ولا لا؟ يبقى الراي ده يوافق الاطباء في هذه المساله، وانا افتي بيه بناء على هذا، علشان نحافظ على الاجنه في بطون امهاتها، والا هنسقطها طول النهار قاعده مشعلقه في الحوض تتوضى، ترفع رجلها وتعمل كده، هتسقط. هي تصلي الظهر على العصر على العشاء تسقط رسم، واخد بقى، ما ينفعش. فاما نقول لها لا خلاص اقعدي، يبقى تتحل المشكله. هتيجي المواضيع دي في باب الحيض بتوسع، ولازم كل مسلم يبقى عارف احكام الحيض، علشان كل مسلم من ورائه نساء، اما اخواته او زوجته او بناته، فيعرف يفهمهم، فده شيء مطلوب. ما احنا قايلين، احنا قلنا ان في رايين في الشافعيه. انت عايز تاخد راي انه استحاضه، يمشي استحاضه، ما يجراش حاجه. ولها ان تصلي مضطجعه وجالسه، بس هتروح تتوضى كل شويه، ما دي حركه. مش كده الحركه؟ هتخش كل شويه تتوضى، كل شويه عايزه تشطف نفسها، وكل شويه عايزه تغير هدومها. فدي حركه مش هتعينها على العلاج. فيعني انا بنصح باننا ناخد الراي بانه حيض، لانه الرايين على فكره دليلهم قوي. الرايين دليلهم قوي، يعني ده دليله قوي وده دليله قوي. فطالما الاثنين دليلهم قوي نمشي مع مذهب لا ضرر ولا ضرار. فنلاقي ان الراي اللي بيقول انه حيض ما فيهوش ضرر، مش هينبني عليه ضرر، فلما ناخده يبقى كويس لانه ترجح بهذا. هي دي المساله، لكن الاثنين وجهاء، يعني الاثنين رايين وجهين. واخد بالك؟ نعم. لا خصوصا ان هو راي قوي في المذهب، مش راي ضعيف، راي قوي في المذهب. يبقى الحيض الدم الخارج على سبيل الصحه من غير سبب الولاده وقد بلغت 9 سنين اي قمريه تقريبيه. والنفاس ايه هو؟ هو الدم اللي خارج عقب ولاده. طب افرض ما نزلش دم عقب ولاده على طول، ولدت ومفيش دم، تقوم تغتسل وتصلي يوم 2 3 4، قعدت كده 15 يوم وبعدين فجاه بصت تلاقي الدم، يبقى الدم اللي بعد 15 يوم ده حيض مش نفاس.
يبقى ده حيض مش نفاس. شافت الدم بعد اسبوع من الولادة يبقى ده نفاس، واللي صليته قبل كده صحيح، اللي صليته قبل كده صحيح، واخد بالك ازاي، واللي صامته قبل كده برضو صحيح، وتمتنع بمجرد نزول الدم. فاذا نزل الدم بعد الولادة مباشرة يبقى ارتبطت الولادة بالنفاس، دخلوا في بعض. واذا تأخر الدم بعد الولادة يوم او اتنين او تلاتة تقوم تغتسل وتصلي الايام دي، وبعدين اول ما تلاقي الدم تروح تمتنع. فان رأت الدم بعد 15 يوما لا يسمى نفاس بل يسمى حيض، فان رأته قبل 15 يوما يسمى نفاس. واقل مدة النفاس يوم وليلة، اقل حاجة قطرة، لحظة، اقل نفاس لحظة، واغلبه 40 يوم، اغلبه 40 يوم، واقصى 60 يوم. يبقى لو انقطع الدم بعد يومين ثلاثة يبقى انقطع نفاسها، مش تستنى 40. في ستات كده تنابل اول ما تولد تفضل راقدة كده 40 يوم، وهي طاهرة من بعد 20 يوم، فما تصليش ليه؟ تقول لما اكمل ال40 ما ربعنتش، تنابل. ما ينفعش كده. يبقى اول ما ينقطع الدم بعد يوم اتنين اسبوع 10 ايام من الولادة تقوم تغتسل وتصلي وتصوم وعادي، ما تستناش حكايه 40 يوم تقول لك اما رابعا. ده ال 40 دي غالب النساء، لكن في بعض النساء بتطهر بدري. لا، ده اللقط دي شغلانه ثانيه. اللقط دي شغلانه ما يستمر معاها على طول، واخد بالك، وايام بتفضى وايام بتعمل، دي شغلانه ثانيه. احنا قلنا الضابط ان بين الولاده وبين رؤيه الدم اقل من 15 يوم يبقى نفاس، زاد عن 15 يوم يبقى ده حيض. والنفاس إنما أوجب الغسل لأنه دم حيض مجتمع قبل نفخ الروح. ده تعليل الفقهاء، يعني يقول لك احنا ليه بنوجب الغسل بالنفاس؟ قالوا لأن النفاس ده كأنه دم حيض بس مجتمع في الرحم، واللي أخر خروجه الحمل فخرج بعد الحمل، فيبقى ده حيض زي الحيض، يبقى تغتسل منه. لأنه دم حيض مجتمع قبل نفخ الروح في الولد، واما بعده يعني بعد 120 يوم من الولاده بيبقى فيه برضه الولاده الحمل مستمر، بيعتبر الدم ده لغذاء الولد. اما بعده فهو غذاء له كما قيل، وانما ذكروه موجبا للغسل مع انه يكون عقب الولاده وهي موجبه له ايضا، لبيان صحه اضافه نيه الغسل اليه على انه قد يجب بعد غسل غير غسلها. ليه فصلوه عن الولاده؟ يعني بيقول لك ليه فصلوا النفاس عن الولاده، خلوا الولاده لوحدها؟ قال لك لان وجدوا ان بعض النساء بتولد ولاده جافه وما تلاقيش دم نازل لها يوم واثنين وثلاثه واربعه. طيب نعمل احنا في الفتره دي؟ فقالوا يبقى الولاده في حد ذاتها موجبه للغسل، فاذا لم ترى دم بعدها تبقى هي طاهره بعد الولاده، طهرت وتغتسل فتصلي. لكن لو التصق النزول الدم بعد الولادة مباشرة زي الغالب الأعم في النساء يبقى خلاص، يبقى هتغتسل غسل واحد بعد انقطاع دم النفاس عن جنابة الولادة وجنابة ايه؟ النفاس. لبيان صحة إضافة نية الغسل إليه يعني إلى النفاس على أنه قد يجب بعد غسل غير غسلها، كما لو ولدت ولدا جافا يعني ما فيش نزول دم بعده واغتسلت ثم نزل عليها الدم قبل مضي 15 يوما فيجب عليها الغسل بسببه ولا يغني عنه الغسل السابق. واضح الكلام. والنفاس قال انه هو الدم الخارج عقب الولادة، اي بحيث يكون قبل 15 يوما. يبقى كلمة عقب هنا يعني معناها اقل من 15 يوم، مش شرط يبقى مباشرة، بعدها بيوم اتنين، المهم اقل من 15 يوم، يبقى ده اسمه دم نفاس. فان كان بعد 15 يوما منها فهو حيض لا نفاس له، ولا نفاس له، فانه موجب للغسل قطعا. يبقى النفاس ده موجب للغسل قطعا، اي جزما، قطعا يعني بلا خلاف في المذهب، يعني ده بالاجماع، يعني ما فيهوش ايه اوجه فيه. وهذا تعليل لعده من الموجبات. الثالثة والأخيرة الولادة، والولادة
أي ولو لأحد التوأمين، فيجب الغسل بولادة أحدهم. يعني امرأة حامل في توأمين، ولد التوأم والتاني قاعد جوه عاجبه الحال مش عايز ينزل يوم واتنين وتلاتة وما نزلش بعديه دم، تقوم تغتسل وتصلي لحد ما يبقى ينزل ايه الزبون التاني وهكذا. واخد بالك؟ كل دي صور يعني قد تحدث، قد تحدث نادرا يعني. يعني طبعا الست اللي بتبقى حامل في توائم كله بينزل ورا بعض، بس تفرض الواد التاني شاف الدكتور بيضرب العيل كده فخاف ينزل، قال لما اللاجل اللي بيضرب العيال يمشي مثلا زي ما بيقولوها في النكتة، فيعني يحتمل. أي ولو لأحد التوأمين فيجب الغسل بولادة أحدهما ويصح قبل ولادة الآخر، ثم إذا ولدته وجب الغسل أيضا. كويس؟ لو كان في فاصل زمني طويل بين كل عيل نازل واقفين طابور وبينهم مسافة مش لازقين في بعض، مسافة زمنية يعني، فكل ما ينزل عيل تقوم تغتسل طالما مش نازل دم، وإلا هيبقى التصق بنفاس، يبقى ساعتها كده كده مش هتغتسل. ومثل الولادة إلقاء العلقة والمضغة اللي هي السقط بقى، يعني ما كملتش حملها في الشهر الثالث الرابع الخامس الثاني سقطت فنزلت العلقة أو المضغة، يبقى الدم اللي بينزل بعد السقط ده اسمه نفاس برضه، يبقى له نفس حكم النفاس. ومثل الولادة إلقاء العلقة والمضغة، لكن لابد في العلقة أن يخبر القوابل بأنها أصل آدمي، مش يبقى شوية دم متجلط كده وخلاص، لا يقولوا لا ده كان ده أصل، وده يعرفوا الأطباء وتعرفوا الداية وتعرفوا الست الخبيرة اللي حملت كذا مرة، أو تسأل والدتها تسأل حد إذا كانت لسه بكرية أو شيء من هذا فيعرفوا، يقول لك آه لا ده كان حمل ده، فإذا كان أصل آدمي يبقى ده دخلت في نفاس. ويكفي واحدة منهن، يعني يكفي واحدة بس، شهادة واحدة بس خبيرة تقول اه لا ده اصل ادمي يكفي، مش شرط تبقى اتنين يعني زي في الحاجات المالية، ومش شرط تبقى اربعة زي مثلا في حد الزنا لا يكفي بس شهادة واحدة. ويكفي واحدة منهن خلافا لما قاله بعضهم ولو القت بعض الولد. لا، ويكفي واحدة منهن يعني من القوابل، لا في إخبار، في الإخبار إنها يمكن ما كانتش تعرف، أصل ممكن تكون متصورة إن الدم ده دم مرض مش سقوط، تقول لك ده دم متجلط فيا ده أنا عندي نزيف، مش كده؟ لو الست مش عندهاش خبرة فتعتبره استحاض. لا، القابلة تقول لا ده سقط، ده كان حمل، تفهمها بقى تعرفها انها ان ده نفاس، ان ده دم نفاس. القوابل اللي هي الداية، الست المتخصصة في التوليد النساء سموها قابلة. لا، القابلة اللي هي الداية، انما لما تقول طبيبة النساء هيزعلوا الطبيبات، لان الداية زمان دي معاها الشهادة عندها خبرة بس، لكن الطبيبة دلوقتي معاها ثانوية عامة ودخلت كلية طب وخدت ماجستير واشتغلت وداخت، مش معقول تسويها بالداية زي ما تساوي الوقت الجراح بالحلاق، ما هو كان أصله حلاق برضه زمان، اللي كانوا بيقوموا بالجراحات كلها كانوا الحلاقين زمان، لدرجة إن نقابة الحلاقين الجراحين في إنجلترا سنة 1870 كانوا تابع نقابة الحلاقين، ده تاريخ في تاريخ الجراحة، واخد بالك ازاي؟ وبعدين فين لما عملوا واشتكوا وقعدوا سنين يشتكوا قضاء وشغلانه، وافقوا الاطباء الباطنين يدخلوهم معاهم يبقوا تبع نقابه الاطباء، وافقوا لانه كانوا بيعتبروا ان دول ايه ده الحاجات اللي بيعملها دي بيعملها الحلاقين، ما ينفعش. فاحنا نقول القابله مش هي الطبيبه النساء، لا، القائمه بالولاده اللي هي عندها خبيره اللي هي الدايه باللغه المصريه الايه العاميه. ولو ألقت بعض الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل. لو ألقت بعض الولد نزلت دراعه، يعني كانت حامل والولد مات في بطنها، ولما مات في بطنها حصل نوع من التحلل وابتدت أجزاء الولد دي تنزل حتة بحتة، تحلل بقى فيه، فكل يوم والتاني تنزل صباع تنزل رجل تنزل،
فكل ده واخد بالك. يبقى في الحالات اللي زي دي توجب الوضوء، ما توجبش الغسل، وما تمتنعش عن الصلاة. الحاجات دي غير موجودة دلوقتي بسبب ان بقى في خدمة طبية كويسة. يعني المرأة اول ما تحصل حاجة كده بتروح المستشفى، خلاص بينزلوا لها ويعملوا لها كحت وتحلت المشكلة في لحظة. لكن المشايخ دول اللي ألفوا الكتب دي كانوا في فترة زمنية كانت بتحصل الحاجات دي معاهم، ما كانش في خدمة طبية متميزة، وكانت تحمل امرأة ويحصل ان الجنين يتقطع في بطنها عشان ما نزلش لانه مات في بطنها، وابتدى بعد كده ينفصل جزء ورا جزء وهكذا، واخد بالك ازاي؟ فلما بتقرا الحاجات دي بتفيدك في ازاي الفروع الفقهيه بتتولد، لكن ما تفيدكش حاليا في الايه؟ في العصر الحالي اللي احنا فيه. ولو القت بعض الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل، لانه هيعتبره كان خرج ودي، خرج افرازات من المهبل، فدي ناقضه للوضوء وليست موجبه للوضوء. وكذا لو خرج بعضه ثم رجع. طب لو خرج حاجه باظت منها كده وبعدين راحت داخله تاني، يبقى برضه يجب عليه الوضوء دون الغسل. ولو خرج الولد متقطعا في دفعات وكانت تتوضا في كل مره، اخر دفعه يجب عليها الغسل بقى. في اخر دفعه لما تكون خلصت كله وتصلي تتوضأ في كل، بعد كل دفعة تتوضأ، أصل ممكن تبقى الدفعات دي كل يوم، كل يومين تنزل دفعة، مش شرط ورا بعض يعني، خدت بالك؟ يبقى هتصلي في الأيام دي وتتوضأ بعد كل دفعة وتصوم وتعيش حياتها طبيعي. ثم تم خروجه، تم خروجه بعد 4 5 أيام، خرج كله الحمد لله وراقت وخفت، يبقى في الحالة دي وجب الغسل. طب وما تقضيش الصلوات اللي قبل كده؟ ولا تقضي الصلوات السابقة لأنها وقعت قبل وجوب الغسل بتمام خروج الولد، لأن الغسل يجب بتمام خروج الولد، بالولادة الكاملة. فهمت ازاي؟ الغسل يجب ايه؟ بخروج الولد كاملا. بعد ما خرج هو هيقعد يخرج من الظهر للعصر يعني؟ ما هي شغالة في الولادة بقى، مش هتقوم تصلي، مش هتقوم تصلي، لأن هتبقى ولادة متعسرة. لا 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 لا، الكلام ده لما يبقى في تقطع، مش نازل محشور وقاعدين بيأوحوا بقالهم 3 ساعات وأذان ورا أذان، واخد بالك؟ لا، الصورة مش كده. الصورة اللي هنا بيقول لك إن بينزل دفعة وتبقى في الفترة دي هي حرة، مفيش حاجة قايمة بتتحرك وتقضي مصالحها في بيتها، واخد بالك ازاي؟ انما الصوره اللي انت بتقولها دي ما قالهاش هنا. الصوره دي اللي هي قاعده والجنين طالع ومحشور فيها ومش عايز يطلع، من الظهر للعصر للمغرب وقاعدين يعافروا فيه، كانوا زمان يقطعوه. واحنا شفنا ادوات جراحيه من التاريخ الجراحي زمان غير مستعمله الان، كانوا يمسكوا بقى الجنين اللي بالمنظر ده يقعدوا يقطعوه حته حته ترنشات كده علشان يعرفوا يسلكوه، لانه عظمه بيبقى عظمه ومحشور في الحوض بتاعه وميت، وشغلانه بتبقى مش سهله. واول من فكر هذه الفكره كان جراح مصر مسلم اسمه ابو القاسم الزهراوي، كان في الاندلس، كان يمكن من حوالي 700 سنه. هو اول من فكر في تقطيع الجنين الميت عشان يسهل خروجه من الام، لان كانت نساء كتير تموت في الحاله دي بسبب الوضع ده، يفضل محشور فيها لحد ما ايه، تنزف تنزف حواليه لحد ما تخلص وتموت بقى، ومع السلامه، وتخش تبقى شهيده. فهو ايه، كان فكر في الحاجات دي، ولحد دلوقتي موجوده في تاريخ الطب الالات اللي هي كانت حاجه كده زي المنجل، تخش تروح ايه فاصله رقبته وحاجه كده تفصل كتفه ويجيبوه حته حته، يعني عمليات بشعه لكن كانوا بيضطروا لها، لان ما كانش فيه بنج وما كانش يعرفوا يعملوا العمليه اللي احنا بنسميها دلوقتي قيصريه، يفتح من البطن فتحه ويخش يطلع وينظف الرحم من فوق، واخد، ما كانوش لسه يعرفوا القصه دي. ولا تقضي الصلوات السابقه لانها وقعت قبل وجوب الغسل بتمام خروج الولد، ولو ولدت من غير الطريق المعتاد اللي هي القيصريه بقى، مع ان ما كانش ايه؟ ايامه. عارف القيصريه دي اتعملت بعد الشيخ البيجوري ب 100 ب 150 سنه.
اول قيصريه في التاريخ تتعمل بعد كلام الشيخ البيجوري ده ب 150 سنه. شفت الفقهاء دول؟ ما هو القيصريه دي نسبه لمين؟ اللي هي نسبه لقيصر، كانت مرات قيصر من القياصره حامل، والجدع ده القيصر ده كان متجوز قبلها كتير قوي ما حملوش، وعايزين يجيبوا ولي العهد. فاخيرا الحمد لله تم الحمل من احدى زوجاته، فقعدوا ايه يعني يدلعوا فيها، عايزين يكملوا الحمل ينزل ولي العهد بس. فجم في الوقت الولاده تعثرت ولادتها لدرجه ان بقى الجنين كاد يموت في بطنها، جنين مهم قوي. راحوا وهي ماتت قبل الجنين، ماتت قبل الجنين، وسامعين يحطوا ودانهم كده يسمعوا نبضات القلب الجنين. فطبيب عندهم ايامهم جريء، فراح فتح بطنها بعد ما ماتت، فتح بطنها بالمشرط وراح مطلع الجنين عشان يبقى ولي العهد، وطلع صح وعاش، فسموها قيصرية نسبة لقيصر. وبعد كده لما ايه لما دخل التخدير وبتاع ابتدت بعد كده تتعمل عادي، وفضلت واخده نفس الاسم قيصريه، واخد بالك ازاي؟ اللي هي ولاده بغير المحل المعتاد، اللي هي بيطلع من بطنها، المعتاد انه يخرج من الفرج كالمعتاد. وفي بعض الروايات وان كانت غير دقيقه ان سيدنا عيسى ابن مريم ولد من بطن امه من اسفل سرتها، ستنا مريم يعني، في روايات وان كانت مش موثوق فيها، والراجح انه ولد من الايه؟ من المخرج المعتاد، الراجح لأن سيدنا عيسى ابن مريم أيضا ولد من المخرج المعتاد. ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل، أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال إن ولدت فأنت طالق، فولدت من غير طريقه المعتاد. وقال بعضهم قد يتجه عدم الوجوب لأن علته أن الولد مني منعقد ولا عبرة بخروجه من غير طريق المعتاد مع انفتاح الأصل. ورد بأن الولادة نفسها صارت موجبة للغسل، فهي غير خروج المني. مش كده برضو؟ واضحة؟ سهلة الحكاية. يعني هو في وجهين. الإمام الرملي بيقول لو ولدت من غير الطريق المعتاد، وواحد قال للمراته هم افترضوا هذا الفرض وعايزين يجيبوا له حل ولم يحدث في عصرهم. العلماء كان عندهم كده ذكاء كده، يقعدوا يفترضوا مسائل فقهية، يقولوا لو ولدت من غير الطريق المعتاد هل يجب علي الغسل؟ لأن الولد مني منعقد، وإحنا عارفين إن المني لو خرج من غير مخرجه المعتاد مع انفتاح الأصل لا يجب الغسل. مش كده برضو؟ مش القاعدة كده؟ طب ما الولد مني منعقد وخرج من غير المخرج المعتاد والأصل مفتوح، مش كده برضو؟ طب ما احنا كده نقول لا يجب الغسل، مش كده برضو؟ عليه على القياس. فالإمام الرملي قال لهم لا، أنا قايسها بطريقة تانية. احنا لو واحد قال لمراتي أنت طالق إن وضعتي، فولدت من غير الطريق المعتاد، فهل تطلق أو لا تطلق؟ هل تطلق؟ قال يبقى اسمها ولادة، يبقى اسمها ولادة، فطالما اسمها ولاده يبقى يجب الغسل. فهمت ازاي؟ طريقه تفكير الامام الرملي، ولكن الثاني طريقه تفكيره ايه؟ شفت بقى الفقهاء يقعدوا ازاي؟ ليه؟ لانهم عندهم ذكاء وقواعد، ذكاء وخيال وقواعد، يقدر يستنبط من خلال ذكائه مع القواعد مع الحاجات دي الاحكام الشرعيه للامور النادره الحدوث. فهمت ازاي؟ لان احنا برضو محتاجين نعرف في الامور النادره الحدوث اللي بتحصل لنا في الايام دي نعمل ايه. يعني مثلا سالوا برهان الدين احد العلماء الكبار زمان من اكثر من ايام بعد امام الحرمين بحاجه بسيطه، ان في بلد من البلاد بمجرد ان الشمس تغرب يطلع الفجر، فهل تسقط عنا صلاه العشاء؟ ما هو مفيش شفق، ما هو صلاه العشاء وقتها غياب الشفق، مش كده برضه؟ فقالوا ده احنا عندنا بلاد وفيها مسلمين واول ما الشمس تغرب من هنا يطلع الفجر، فيش لحظه يعني لحظه الغروب هي لحظه الفجر عندهم، فيدوب يصلوا المغرب من هنا يسلموا عايزين يصلوا الفجر. شوف قد ايه. فهل ما عندهمش ليل؟ يغرب يطلع النهار على طول، كويس. ف
فقعدوا يسألوا طب هل تسقط العشاء ولا لا تسقط العشاء؟ اختلف العلماء. يبقى في حوادث بتحصل اهي تخليك تقعد تفكر. زي افرض واحد برضه في داير في مركبة فضاء خرج عن نطاق المجموعة الشمسية وهو مسلم، هل سقط عنه التكليف ولا وجب؟ طب هيصلي على اي توقيت؟ ما هو خارج عن حركة الشمس اصلا. فهمت ازاي؟ يصلي باي توقيت. يبقى المسائل كلها محتاجة عقلية فقهية، عارف القواعد؟ وبعدين لما يجوا بعد كده يعملوا لك نظام الماليات والحساب في المستقبل هيبقى عبارة عن حاجات إلكترونية وإقلمة إلكترونية، ويبقى ليك رصيد في البنك وماهيتك في البنك، وتشتري من السوق وتحط القلم الإلكتروني ده اللي فيه رصيدك، يقوم يتخصم من رصيدك من القلم بقدر اللي انت اشتريته، واخد بالك ازاي؟ ويتملي أول الشهر مع المرتب أوتوماتيك. طيب ما هو كده مش هيبقى فيه تعاملات مالية. طيب وأحكام الزكاة هتبقى ازاي؟ وهتدفعها ازاي؟ والتعامل الربوي هيبقى ازاي؟ يبقى عايزة فقهاء اهو ناس أكابر يعرفوا يحلوا لنا المشاكل دي، ولا الحكاية كده أي كلام هلضمة؟ يبقى لازم الفقيه يبقى يدرس القواعد ويدرس كل الصور دي ويتعلم من السلف الصالح ومن الأجيال السابقة كيف أن هم كانوا يتصوروا الأمور الصعبة ويتصوروا ليها بعض الحلول، ويقعدوا يتناقشوا مع بعضه ويختلفوا ما يجراش حاجة، لكن ما يشتموش بعض، ويختلفوا ما يشتموش بعض، ويختلفوا ما يكفروش بعض، ويختلفوا ما يبدعوش بعض. فهمت ازاي؟ في المسألة عايزة أدب. لا مش هقول لك بقى. ده انا بقول لك بس ايه علشان احببك في الفروع النادرة. انت لازم وانت بتدرس في الدين تحب الفروع النادرة دي. ليه؟ لان هي بتعلمك حاجات جديدة. هقول لك بعد الدرس. هقول لك بعد الدرس. انت دلوقتي عايز تستنبط الحكم يعني؟ ما يجراش حاجة، نبقى نستنبطه بعد الدرس. ما يجراش حاجة. انا بدي لك مثال بس ايه لحاجات نادرة يمكن لو جاء فقيه كان قالها ما كنتش تتصور انها هتقع، صح ولا لا؟ لما يجي فقيه يقول لك ولو غربت الشمس فطلع الفجر هل سقطت العشاء ام لا، تقول ايه الجماعة دي؟ احنا عايشين هنا في بلاد الوقت ده؟ الراجل ده بيخرف. فهمت ازاي؟ ده في كمان ليل على طول وفي نهار على طول، لكن الفقهاء دول ما كانوش لسه عرفوا الحاجات دي، خد بالك. فده دليل على ايه؟ سعة مداركهم وعلى ادراكهم للواقع بصورة اوسع من اللي هم شايفينه، واخد بالك؟ دي بيديك الصورة دي. يمكن احنا الوقت احنا شفنا في الواقع اكتر منهم، لكن هم بالرغم من كده برضو كان ليهم حظ عظيم من ايه؟ من استنباط الفروع، من الايه؟ من استنباط الاحكام للفروع النادرة المصحوبة بالبلد. بيقول لك برضو كده كما لو خرج، بيقول هنا ايه؟ ولو عض كلب رجلا او امرأة. الظاهر الحكاية دي كانت مشهورة ايام الشيخ ابراهيم البيجوري، احنا ما سمعناش عنه، لكن هو بيقول انها بتحصل في بلاد الشام. بيقول ولو عض كلب رجلا او امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب كما يقع كثيرا في بلاد الشام، فلا غسل لأن هذا لا يسمى ولادة عرفا، كما لو خرج نحو دود من جوفه وذلك الحيوان طاهر لأنه لم يتولد من ماء الكلب وميتته نجسة. هم جات لهم أخبار بيقولوا لهم وهم قاعدين هنا في مصر العلماء، تصدقوا في الشام الكلب يعض الرجل من دول بعد شوية تبص لا يخرج منه كلب؟ يقول يا معقول؟ يقول اه في الشام شفناه. طب حكمه ايه؟ يبقى ده ولاده ولا مش ولاده؟ فهو بقى ما بي مش بي مش هيفضل بقى يستغرق في الخيال ويقول له مش معقول واحلف وما تحلفش، هو فقيه عايز يطلع لك حكم. فهمت المساله؟ بغض النظر بقى عنها وقعت ولا ما وقعتش، هو اعتبرها حاجه كده قصه غريبه، قالوا له لا دي وقعت، دي كتير بتحصل عندكم، سبحان الله، ان الله على كل شيء قدير. طب يا عم الشيخ يجب الغسل ولا؟ قال لا يجب الغسل لان لا هذا لا يسمى ولاده عرف. قال له طيب والحيوان اللي طالع ده يبقى نجس لانه جاي متولد من عضة كلب؟ قال له لا ده مش من منية، واخد بالك ازاي؟ يبقى طاهر. طيب ولو مات
ياخذ حكم ميتة الأدم لا تنجس ولا ميتة الحيوان فينجس؟ قال له ميتته نجس، لأنه العبرة بالصورة. شفت بقى الحكاية ازاي ماشية؟ تبقى حاجات كلها فروع صعبة وتخيلية وكل حاجة، لكن بتولد فيك الحس الفقهي. يعني هو عايز يولد فيك الحس الفقهي، ازاي تبقى راجل فقيه بتفهم؟ ادي المسألة كلها. مش المسألة ان انا اقرا السطر ده اروح اقفل الكتاب واقول يا عم ده كتاب تخاريف يا عم. لا، مش المسألة كده. المسألة مش كده خالص، المسألة عايز يربي فيك الفقيه، لأن احنا الوقت عندنا حاجات وأحداث بتحصل لو كنا قلناها لهم كانوا هيقولوا علينا انتوا بتخرفوا، وبقت واقع. بقت واقع الوقت، خدت بالك؟ فعلشان كده ما تقفلش على نفسك الباب. عبد يعني لا 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 عض يعني عضه، عضه يعني بقه، يعني بأسنانه، لأن احنا عرب العرب يقول لك كده، عضه يعني التقمه بفمه، واخد بالك؟ يبقى كده خلاص. لا بس بيجيبوا كلاب بعد ما يناموا مع الكلاب، بيجيبوا كلاب يخرجوا منهم، مش معناه دي في فرنسا. انا معاك، يبقى معاهم كلاب ينيمون في الفراش، لكن بينام الراجل والكلب، يصحى الصبح ثاني يوم راجل وكلب بقى، مش راجل وكلبين. يبقى الولادة المصحوبة بالبلل. قيل هو مني المرأة الذي كان محتوشا في الكيس وفيه بعد، موجبة للغسل قطعا. يبقى الولادة المصحوبة بالبلل دي موجبة للغسل قطعا، أي جزما بلا خلاف، وكان الأولى أن يقول فهي موجبة إلى آخره، لأن الولادة في كلام المصنف معطوفة على ما قبلها اللي هو النفاس والحيض، فكان حق يقول فهي، عشان يبقى الضمير ده يعود على الحيض ويعود على النفاس ويعود على الولادة، بدل ما إيه يقول كده موجبة يبقى يعود على الولادة بس. فهي موجبة إلى آخره، لأن الولادة في كلام المصنف يعني الأرض طش يا إبراهيم، يقول لك القرن طش يعني ايه؟ نازل الميه اللي حوالين الجنين، اسال الستات العاديين. عندكم انتوا في اذربيجان القرن يطش دي؟ اللفظ ده مش معروف، لكن بيطش برضه، لكن من غير ما تسموه طش. ايه اللي فيه بعد؟ لا ده هو بيقول ان الميه اللي بتنزل حوالين الجنين ده، في ناس قالوا ان ده مني المراه مجتمع، يعني ده بعيد، لا مش مني المراه، يعني هو مش معتقد ان الميه دي هي مني المراه. البعد هو في تعليل الماء ده، البلل ده، فهمت ازاي؟ بس البلل ده بيبقى ميه حوالين الجنين عشان يفضل الجنين يعوم فيها ويتعلم الحركه ويبقى الدنيا واسعه قدامه ويتبول فيها ويشرب منها، يعني يشربها ويتبول فيها، واخد بالك؟ كل ده في وقت واحد شغال، لان بيتعلم المصمصه والشرب هو جوه بطن امه، وكمان البول يبقى شغال، يبقى الجهاز الهضمي والجهاز البولي شغال، واخد بالك؟ ويكمل نموه، وكل ده جوه بطن امه، وفي نفس الوقت تمنع الصدمات، لان لما يبقى هو في كيس مائي كده اي خبطه تتخبطها الام في بطنها يبقى الجنين في معزل عنه، كانه في مرتبه مائيه، فهمت ازاي؟ يبقى حمايه له، وفي نفس الوقت بتدي له حريه حركه، لان هو في الميه دي يقدر يتحرك ويعمل ايده كده ويعمل ايده كده ويخبط، لكن لو ما فيش ميه والدنيا مقفوله عليه هيخبط ازاي؟ هيجي له ضمور في العضلات وينزل مكتئب وبقاله كتير ما بيتحركش، حاجه تزعل، واخد بقى، ويمكن كمان مرش ينزل يلزق جوه. وده صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي اتقن كل شيء. والعجيبة تبقى الست من دول حامل في اتنين وتلاتة وقاعدين كلهم يعملوا كده ومش شايفين بعض وما يعوروش بعض، دي برضو آية كبيرة، يعني آية من الآيات الكبيرة الغريبة، يعني تبص تلاقي عمرنا ما سمعنا ان ست كانت حامل في اتنين وتلاتة ونزلوا عاورين بعضهم، مع ان هما ما بيهمدوش حركة، شوف ما يهمدوش حركة، والست الحامل عارفة كده، تلاقي الحركة كأن خناقة جوه بتخبط في بطنها، لدرجة هي نفسها لما تلاقي الحركة قلت تقلق وتروح للدكتور لحسن يكون الجنين جرى له حاجة. وبالرغم من كده شوف الحركة دي وهم لسه، شوف يبقى قدر فهذا ازاي؟
شوف قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف الجمال، حاجات يعني عجيبة عظيمة، ومن اعتيادنا ليها مش شايفين الآيات اللي فيها، بس عشان كل يوم بتحصل، لكن هي آيات كبيرة سبحانه. يبقى موجبة للغسل قطعا اللي هي المصحوبة بالبلل، أي جزما بلا خلاف، وكان الأولى أن يقول فهي موجبة إلى آخره، لأن الولادة في كلام المصنف معطوفة على ما قبلها اللي هو الحيض والنفاس، ليصح الإخبار عن الضمير العائد إلى الثلاثة وليس مبتدأ كما هو ظاهر صنيع الشارح. يعني لما ما قالش فهي حسنا أن الكلام على الولادة بس مش على الحيض والنفاس، كان هقول فهي علشان تعود على الكل. والمجردة عن البلل، طيب الولادة المجردة عن البلل يسموها ولادة جافة، أي بأن كان الولد جافا، تحصل بتحصل ساعات، يبقى المرأة دي المية اللي حوالين الجنين عندها قليلة، ودي من ضمن الأسباب اللي تخلي الجنين ينزل عايز حضانة وضعيف ومش كامل النمو وشغلانات كده، واخد بالك؟ فلما تيجي تولد تبقى الولادة بتاعتها جافة، يعني المية قليلة قوي، فليه سموها ولادة جافة؟ أي بأن كان الولد جافا. وقوله موجبة للغسل في الأصح، يعني لأن فيها خلاف بقى، إن الولادة اللي هي الجافة دي هل هي موجبة للغسل؟ يبقى الولادة اللي فيها بلل موجبة للغسل قطعا بلا خلاف. طب والجافة؟ فيها وجهين، الأصح إنها موجبة للغسل، ومقابله صحيح أيضا أنها غير موجبة للغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ويرد على الدليل ده بأن الحديث في الاحتلام، فحيث لم يرى منيا لم يجب الغسل، يبقى الحديث ده مش خاص بالولادة اللي بإيه اللي من غير بلل، ده الحديث ده إنما الماء من الماء يعني للمحتلم، يعني إذا ذكر احتلاما ولم يرى ماء منيا لا يجب عليه الغسل، وإن وجد منيا ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، إنما الماء من الماء. يبقى الحديث بيتكلم على حاجة غير الموضوع اللي انت بتستدل بيه، عشان كده الأصح أن الولادة المجردة عن البلل يجب أيضا فيها الغسل. وتفطر بها المرأة الصائمة على الأصح. طب وهي صايمة وولدت قبل المغرب بساعة، ولدت قبل المغرب بساعة، يتحسب اليوم ولا ما يتحسبش؟ تفطر به، واخد بالك؟ تفطر به الصائمة على الأصح، دليل ان في وجه تاني بيقول انها لا تفطر به مقابل للأصح، لكن الفتوى على الأصح، الفتوى على الأصح. ويجوز لزوجها وطؤها بعدها لأنها بمنزلة الجنابة مش بمنزلة النفاس والحيض، فإنها بمنزلة الجنابة، كأن رجل وطأ امرأته ولم تغتسل، فلو أن يطأها تاني كويس، مش شرط تغتسل، فهي بمنزلة الجنابة، يعني خرج من المني فأراد أن يطأها قبل أن تغتسل مرة أخرى، له أن يطأ، فقالوا دي زي دي، لا ما فيش كراهة. وهي لا تمنع الوطأ، وهذا في غير المصحوبة بالبلل، أما المصحوبة به فلا يجوز وطؤها بعدها حتى تغتسل كويس، فلا يجوز وطؤها بعدها حتى تغتسل. فصل في فرائض الغسل وسننه. ما فيش جف، ما فيش حاجة، ما بلتش حاجة. لا، لان دي دليل انه احنا قلنا الولاده في حد ذاتها دي موجبه للغسل في حد ذاتها، واخد بالك ازاي؟ لكن هي المجرده عن البلل هنا، واخد بالك ازاي؟ قالوا ان البلل هنا، في ناس قالوا ان البلل اللي هنا ده اللي قالوا ان هو يوجب الغسل، قالوا ده ربما يكون مني المراه، والراجح انه في بعد انه يجب الغسل لخروجه بغض النظر ان هو مني امراه ولا لا. لا لا، احنا الاثنين، احنا على فكرة في الاثنين، الجافة واللي فيها بلل موجبة للغسل، لكن اللي فيها بلل يعني جزما، واللي ما فيهاش بلل فيها الخلاف، والاصح ان تبقى زي التاني، يبقى الاثنين موجبة للغسل، لان الولد مني منعقد، مني منعقد، وخروج المني يوجب الغسل، واخد بالك؟ ببساطة كده، فطالما خرج الولد يبقى وجب الغسل، لانه مني منعقد، منيها مع مني زوجها، واخد بالك؟ ايوه.
أيوة دي بعد اللي هي احنا قلنا الولادة اللي هي الولادة المجردة عن البلل، دي يجب فيها الغسل، لكنها حكمها مش حكم حيض ولا نفاس، حكمها حكم جنابة، فيجوز لوجاوته. خلاص دخلت في نفاس، يبقى دخلت في نفاس بس، فهمت؟ بس فصل في فرائض الغسل وسننه، هنفتح بس فيها مش هنخلص، 10 دقائق. فصل في فرائض الغسل وسننه، يبقى احنا خلصنا موجبات الغسل، فاضل فرائده وسننه اللي هي كيفيته، وبعدين بعد كده ناخد الاغسال المسنونة، ويبقى كده خلصنا الغسل، واخد بالك؟ يقول في الهامش: فصل وفرائض الغسل 3 أشياء، أحدها النية، فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله. فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. خلينا في الأولانية دي اللي هي النية، نية الغسل، نخلصها النار. هي الغسل بسهولة كده فرائده حاجتين مش 3، هو هنا 3 عشان مشي على كلام الإمام النووي الرفعي، لكن الراجح ان هي 2، النية وتعميم البدن بالماء بس، سهل، النية وتعميم البدن بالماء، يبقى دي أركان الغسل. كل ما زال عن ذلك بقى هتبقى سننه، لكن احنا بنتكلم على اركان الغسل اللي هي الفرائض بتاعته، النية وتعميم البدن بالماء. ان دلوقتي هنتكلم عن النية، والمرة الجاية نتكلم على الباقي، نخلص نية الغسل. التالتة ازالة النجاسة، عدها انها من ضمن الاركان، لكن هي ايه؟ بتبقى قبل الغسل وليس داخلة فيه. ها؟ التالتة اللي عدها هنا قال ازالة النجاسة. ايوه. لا مرة واحدة. لان احنا بنتكلم في فرائض الغسل، لكن في السنن التسليس بقى، من السنن التسليس ان يخليهم 3، واضح؟ وفي بعض النسخ اسقاط لفظ فصل، فيكون الفصل السابق معقودا ل3 أشياء: موجبات الغسل وفرائضه وسننه، واقتصار الشارح في الترجمة السابقة على موجبات الغسل يناسب النسخة الاولى. قوله: وفرائض الغسل، اي اركانه التي تتحقق بها ماهيته، واجبا كان الغسل او مندوبا. يبقى منقول اركان الغسل دي في اي غسل، سواء كان الغسل ده واجب او غسل مستحب مندوب، لازم يبقى فيه نية وتعميم البدن بالماء. اي غسل، غسل جمعة، غسل عيد، غسل جنابة، غسل الوقوف لعرفة، اي غسل من الاغسال. فالمراد الغسل من حيث هو، يعني من حيث هو عبادة. قوله: 3 أشياء، أي على طريقة الرافعي، من أن إزالة النجاسة من فرائض الغسل، وهي مرجوحة وإن جرى عليها المصنف. وأما على طريقة النووي، من أن إزالة النجاسة ليست من فرائده فشيئان فقط. أحدها، أي أحد 3 أشياء التي هي فرائض الغسل، النية. لا ده هو بيتكلم على ان المصنف صار، لانه مرتبط بالقاضي ابو شجاع وبالشارح، فبيقول لك الشارح والمصنف اما عدوها 3 جريا على ما ذهب اليه الامام الرافعي، خدت بالك؟ بس انا ما عملتش احصاء فيه. ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، هو مذهبه كده، ما يجراش حاجة. لا شك طبعا، لا شك، ده الإمام النووي كل شروحه واختصاراته لكتب الرفع، في كتب الرفع هي الأصل، لا شك طبعا. هنتكلمه لسه. لا، إزالة النجاسة لا تبتكر لنية. احنا عندنا إزالة النجاسة، ما احنا قلنا في فصل إزالة النجاسة لا تبتكر لنية. حتى في الغسل إزالة النجاسة مطلقا لا تبتكر لنية. دي نظافة.
واخد بالك؟ قول أحدها أي أحد الثلاثة أشياء التي هي فرائض الغسل النية، أي في غسل الحي، وأما في غسل الميت فالنية مندوبة، لأن الميت هصحيه أقول له إنوي شايف، يبقى مندوبة على المغسل إنه هو ينوي تغسيل الميت. نعم. ومن اجتمع عليه أغسال فإن تمحضت واجبة كفاه نية واحدة منها، يعني اجتمع عليه أغسال واخد بالك واجبة على بعضها، بسبب مثلا امرأة كانت جامعها زوجها ثم دخلت في الحيض بعد الجماع قبل أن تغتسل فصارت حائضا وبعد كده طهرت من الحيض، يبقى عندها موجبين للغسل اجتمعوا عليه والاثنين واجب، يكفيها غسل نية واحدة، تكفيها نية واحدة. فإن تمحضت واجبة كفاه نية واحدة منها أو مندوبة فكذلك، يعني أنا مثلا هغتسل للجمعة وهغتسل للعيد وهغتسل لإيه لدخول مكة، كل ده هعمله أنا داخل مكة يوم جمعة، وكان الجمعة دي يوم عيد وأنا داخل مكة، أجمع غسل مكة دخول مكة وغسل الجمعة وغسل العيد كله بغسل واحد ينفع؟ استحضر النية دي التلاتة بغسل واحد، فهمت ازاي؟ او مندوبة فكذلك، او بعضها واجب وبعضها مندوب كغسل الجنابة وغسل الجمعة، غسل الجمعة سنة وغسل الجنابة واجب اجتمعوا عليه، فإن والاثنين مع بعض يمشي، فإن نواهما حصل معا او احدهما حصل ما نواه، ولذلك قال في المنهج ومن اغتسل لفرض ونفل حصل او لاحدهما حصل فقط، يعني انا اغتسلت للجمعة وانا علي جنابة ما ارتفعتش الجنابة وخدت ثواب غسل الجمعة، علي ان انا انوي غسل الجنابة تاني عشان اعرف اصلي بيه بقى، فهم؟ لا، انت لما تنوي غسل الجنابة فقط وما نويتش غسل الجمعة وكان يوم جمعة الصبح خدت ثواب غسل الجنابة وارتفع الحدث، لكن ما خدت ثواب غسل الجمعة لانك ما نويتوش، لو نويتهم الاثنين مع بعض خدت ثواب الاثنين. افرض نوى بقى وهو عليه الجنابة دي يوم الجمعة الصبح نويت غسل الجمعة وما نويش رفع الحدث، خدت ثواب غسل الجمعة بس ما ينفعش يصلي كده، مفيش حاجة اسمها نسيان. لما يتذكر هيعيدها ظهر لأنه صلى غلط على جنابة ما ارتفعش الحد، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي ينوي غسل الجنابة وغسل الجمعة مع بعض. ما احنا النية اتكلمنا عليها في الوضوء بتوسع، احنا قلنا التلفظ باللسان سنة عند الشافعية ولكن العبرة بالقلب هو الأساس، العبرة بالقلب هو الأساس، ولكن له أن يتلفظ بلسانه على سبيل السنة لأنها تعينه على استحضار قلب، ده الشافعية رأيهم كده. المالكية النية محلها القلب، فإن تلفظ ابتدع بدع عند المالكية، كويس؟ وعشان كده ساعات بعض الأئمة يقول لك والتلفظ بها بدعة مالكي، لكن الشافعية يقول لك بدعة مستحبة، التاني يقول لك لا مفيش مستحبة، فما تقولش أنت حاجة عشان ما تتخانقش معاه، خليها في قلبك واسكت، لانه ممكن يكون ضيق التفكير فيعمل لك خناق، واخد بالك؟ فانت انوي كده من غير ما ياخد باله وتلفظ من غير ما ياخد باله علشان ما يعمل لكش مشكلة، بالذات لو بتصلي في مساجد الجماعية الشرعية لا احسن هتعمل لنا مشكلة. لا، الفرد ثوابه اعلى الفرد. لا لا لا، لازم تنوي الاثنين عشان تاخد ثواب الاثنين، واخد بالك؟ عشان تاخد ثواب الاثنين تنوي الاثنين، لكن لو 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 منفردين اني ثوابه اعلى؟ الفرد اعلى، الفرد اعلى من السنه ب70 درجه، الفرد اعلى من السنه ب70 درجه، لكن انا علشان اخد ثواب غسل الجمعه وغسل الجنابه انوي الاثنين مع بعض، فان نويت احدهما حصل احدهما اللي انا نويته وما حصلش الثاني، فهمت ازاي؟ حصل اللي نويته وما حصلش التاني، لان انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، مش الحديث بيقول كده؟ لكل امرئ ما نوى. لو نوى غسل الجمعه بدون ما
لا خد ثواب غسل الجمعة اللي هي النظافة للصلاة. معلش بس نظف نفسه، هو مش هيصلي، لكن خد ثواب النظافة، خد ثواب الاهتمام بيوم الجمعة، خد ثواب ان هو يوم الجمعة ده بينظف نفسه ويستحمى وليها اهتمام خاص، فخد الثواب ده. ما هو مش هيعمل حاجة بيه، هيغتسل تاني عشان ينزل يصلي بقى. يعني افرض انت نويت غسل الجمعة واغتسلت وقفلت الدش وافتكرت انك انت كنت جنب، افتح الدش تاني وقول نويت غسل الجنابة، ما تكتفيش وتقول انا انشف نفسي وخلاص اندرجت، لا فهمت؟ ما اندرجتش، اروح بدل الغسل وانوي تاني بقى رفع الجنابة، ادي المسألة. هو عايز يقول لك كده، هو عايز يقول لك كده. ها؟ يعني نخليها سلطة؟ يعني بنتكلم دلوقتي على مذهب الشافعية، مش عايزين نخليها سلطة. لا يبقى خلاص يروح يغتسل ويصلي ظهر. ويصلي ظهر. النية أي في غسل الحي، وأما في غسل الميت فهي مندوبة، ومن اجتمع عليه أغسال فإن تمحضت واجبة كفاه نية واحدة منها أو مندوبة فكذلك، أو بعضها واجب وبعضها مندوب كغسل الجنابة وغسل الجمعة، فإن نواهما حصل معا أو أحدهما حصل ما نواه، ولذلك قال في المنهج ده سيدنا زكريا الأنصاري اللي قال في المنهج: ومن اغتسل لفرض ونفل حصل أو لأحدهما حصل فقط. واضح كلامهم؟ طيب. فينوي أي إذا أردت بيان كيفية النية فأقول لك ينوي، فالغرض بيان كيفية النية. ينوي إيه؟ رفع الجناب. يقول بسم الله نويت الغسل لرفع الجناب، سهل، بسم الله نويت الغسل، لكن ما يقولش بسم الله نويت الغسل، نية لا تقع. فهمت إزاي؟ لو قال نويت الغسل كده حاف كده ما تعملش حاجة، ما يرفعش حدث ده، ما يقول بقى نويت رفع الحدث الأكبر، نويت رفع الجنابة، نويت الغسل لاستباحة الصلاة، زي ما قلنا بقى في الوضوء زمان. لكن لو قال نويت الغسل فقط وسكت عندنا ما ينفعش، بخلاف ما لو قال نويت الوضوء فقط وسكت صح وضوء ولا يصح غسله. فاهم ليه؟ لعدم اشتباه الوضوء بإيه؟ بغيره، أما الغسل فيشتبه بغيره. واضح الكلام؟ طيب. فينوي إذا أردت بيان كيفية النية فأقول لك ينوي رفع الجنابة أي رفع حكمها، وهو المنع من الصلاة. هو الجنابة دي يعني حاجة هترفعها ولا بترفع حكم الجنابة؟ اللي هو الحجاز، الحاجز اللي بينك وبين الصلاة. لأن الجنابة دي منعتك من الصلاة، منعتك من قراءة القرآن، منعتك من المكث في المسجد. مش كده برضو؟ منعتك من الطواف، منعتك من مس المصحف، منعتك من قراءة القرآن، كل الحاجات دي منعاك. فمجرد انك انت لما تنوي بتنوي رفع الجنابة، يعني رفع ما ترتب عليها، يعني فهمت ازاي؟ اي رفع حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها، وتنصرف النية الى ذلك وان لم يقصده او لم يعرفه، زي العوام ما يعرفوش الحاجات دي، يقول نويته الغسل رفع جنابه خلاص، ما يعرفش يقصد ان هو بيرفع الامر الاعتباري القائم بالاعضاء الذي يمنعه من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ما يفهمش المعنى ده، لكن هو بيقولها كده تمشي. ومحل الاحتياج الى تقدير المضاف ان اريد بالجنابة الاسباب كالتقاء الختانين وانزال المني لانها لا ترتفع، يعني هو اما يقصد الاسباب نفسها، الاسباب هترتفع ما انت عملتها خلاص، يبقى يقصد مش الأسباب. أما يقول رفع الجنابة يعني حكم المترتب على الجنابة وليس سببها ذاته، لأن السبب وقع. فهمت؟ أدي كلام يعني الفقيه، لأنها لا ترتفع، فإن أريد منها الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو أريد بها المنع نفسه فلا حاجة لتقديره، يبقى مش محتاجة تقدير طالما قصده كده. يبقى ينوي رفع الجنابة أو ينوي الحدث الأكبر، أو الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر بالجر، أي أو رفع الحدث الأكبر، أي أو الحدث فقط. وممكن يقول نويت رفع الحدث، الغسل لرفع الحدث مطلق،
كويس يمشي كله. طب اصل السنه ما بترفعش احداث، اغسال السنه ما ترفعش احداث، ووضوء السنه ما يرفعش حدث. وضوء تجديد الوضوء، تجديد الوضوء ده بيرفع حدث ما بيرفعش حدث. يبقى انت ما بتقول نوايه الغسل لرفع الحدث، يبقى اي حدث هيقابل الغسل يروح مسحه في السكه، صغير يشيله كبير يشيله. طبعا طبعا، لانه ده من سنن الغسل بقى حقيقي. لا لا، مش شرط، مش شرط. ما هو النيه وقتها اول مع اول غرفه تلمس بدنه ده وقت النيه. فان نوى بعد ما جزء منه بدنه جاله ميه تصح النيه، ولكن عليه اعاده غسل الاجزاء التي طلتها الماء قبل النيه، لكن صحت النيه. واضح الوضوء ما احنا اتكلمنا فيه، قلنا النيه في الوضوء ينوي مع غسل الوجه، مع اول غسل الوجه لازم رفع الحدث او استباحه الصلاه. ما يبقى ما ينفعش، لان الترتيب يعني انا لو نويت، ما نويتش مع غسل الوجه ونويت الايد، فالايد لا يرتفع حدثها طول ما الوجه لسه ما ارتفعش، لان الترتيب عندنا ركن، بخلاف الغسل. الغسل الترتيب مش ركن، فبيرتفع الحدث بمجرد ملاقات الماء لاي جزء من البدن. فانا غسلت وشي وغسلت بتاعه وما نويتش، وبعدين جيت نويت وانا بغسل رجلي الغسل، يبقى ارتفع الحدث عن رجلي، وعلي ان انا اعيد اللي غسلته قبل ما انوي تاني. ده في الغسل. في الوضوء ما يرتفعش طالما ما نويتش مع غسل الوجه، لانه مش هيرتفع عن اليدين الا بعد ايه ما يرتفع عن الوجه، وما يرتفعش عن الراس الا بعد ما يرتفع عن اليدين، ما يرتفعش عن الرجل الا بعد مسح الراس. واضح؟ كل الكلام ده قلناه في الوضوء زمان. اه طبعا، دي صلاته باطله يا ابني. نويت صلاه بلا نيه على مذهب السعوديه، بلا وضوء ولا نيه على مذهب السعوديه. ده كان راجل سواق شغال عند خالي، فكان راح عمل عقد عمل هناك في السعوديه يشتغل، فلقى نفسه هو مش عارف النظام، بس لقى الاذان بيدن، الراجل مش متودي. الراجل المطوع يقول له ادخل صلي ادخل صلي ادخل، انا مش متودي. قال له ادخل صلي، وقعد يضربه. دخل الجامع سال على ميدا، ما لقاش ميدا، ولقى كل الناس بتصلي، والراجل واقف له على الباب مش عارف يطلع ويبص له. فراح واقف في الصف، قال نويت صلاه بلا وضوء ولا نيه على مذهب السعوديه. دي قصه حقيقيه وقعت يعني. هو خاف يطلع لحسن يلغوا العقد بتاعه ويرجعوه بلده تاني، وكان سالف ثمن التذكره، عايز يمشي حاله هيعمل ايه؟ مكره. ها؟ اما روح بيته بقى عنه. فينوي او الحدث الاكبر بالجر او رفع الحدث الاكبر او الحدث فقط، وينصرف للاكبر بقرينه كونه عليه، فذكر الاكبر للتاكيد وهو افضل من تركه ونحو ذلك، كنيه استباحه الصلاه او فرض الغسل او اداء فرض الغسل او الغسل المفروض او الغسل الواجب، كل دي نوايا تنفع. ولا تكفي نيه الغسل فقط، لانه يكون عباده وعاده. الغسل فقط ده يكون عباده وعاده، واحنا عايزين نميز. بخلاف نيه الوضوء فقط فانها تكفي، لانه لا يكون الا عباده. هل في وضوء عاده؟ كله عبادة، لكن في غسل عادة وعبادة، مش كده برضو؟ ولا يكفي أيضا نية الطهارة فقط، بخلاف نية الطهارة للصلاة أو عن الحدث فإنها تكفي. يعني لو قال نويت الطهارة للصلاة يمشي، طالما قال للصلاة، نويت الطهارة للطواف تمشي. لكن لو قال نويت الطهارة فقط، لا قال غسل ولا حاجة، الطهارة فقط، قد تنصرف على إزالة النجاسة، قد تنصرف على النظافة، قد تنصرف على 100 حاجه، فتنفعش دي، لازم يقيدها. فهمت بقى المعنى؟ ولو نوى غير ما عليه، كان نوى الجنب رفع حدث الحيض او بالعكس، فان كان غلطا صح. يعني هي كانت على جنابه الست، فراحت ناويه رفع ايه؟ الحيض، نويه الغسل رفع الحيض، وهي كانت على جنابه. ان كانت غلطه صح غسلها، ان كانت متعمده لا يصح لتلاعبها، إن كانت متعمدة لا يصح لتلاعب، وإن كانت غالطة صح. واضح؟ سهلة كده.
يعني غلطة زلفت لسان مش فاكرة مش قصد، لكن لو متعمدة وعارفة وبتعمل كده بتتلاعب نقول لا لا مش هين. فإن كان غالطا صح، وإن كان منواه لا يتصور وقوعه منه كأن يكون خنثى مشكلا يحيد من فرجه ويمني من ذكره ثم اتضح بالذكورة، دي برضو أمثلة نادرة. وأجنب واعتقد أن ما عليه حدث الحيض غلطا بحسب ما كان يعهد قبل اتضاحه، وإن كان متعمدا لم يصح لتلاعبه كما صرح به في المجموع. ونقف على وتنوي الحائض أو النفساء، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذكر.